عايزين نتكلم معاك بقى يعني كده بشوية تفاصيل عن المجموعات كلها. يعني احنا بنتكلم دلوقتي، احنا دي كانت الجولة الرابعة في كل المجموعات. الحمد لله النادي الأهلي يعني كانت جولة حاسمة بالنسبة له انه يفوز بيها، والحمد لله فاز بيها. الحمد لله. فعايز كده معاك نبص على المجموعات، نبدأ طبعا بمجموعة النادي الأهلي. تمام. وشايفين على الصورة طبعا سيمبا 10 نقاط، النادي الأهلي 7 نقاط، فيتا كلاب 4 والمريخ 1. شايف المجموعة دي ازاي من خلال ناقص مباريتين، يعني في جولتين ان شاء الله، شايف ان شاء الله ترتيب المجموعة بعد الجولتين القادمتين هتكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا سيمبا بيأدي بشكل كويس، يمكن فرق معاه كتير قوي فوزه على النادي الاهلي طبعا في المباراة الاولى، دي فرقت معاه بشكل كبير قوي. يمكن برضو مش ما اقدرش اقول انه مفاجأة قد ما اقول ان هو اشتغل بشكل كويس. فريق سيمبا قدر يحقق نتائج مش متوقعة، فرقت معاه بشكل كويس قوي. لكن نتمنى ان شاء الله متصدر. طبعا نتمنى ان شاء الله في نهايه الجوله او نهايه الجولتين اللي باقيين باذن الله يبقى الاهلي ان شاء الله متصدر وبنسبه كبيره مع سيمبا. طيب يعني عشان برضو النتائج المجموعه دي، طبعا فوز النادي الاهلي 3-0 على فيتا كلاب، وفوز طبعا سيمبا على المريخ بنفس النتيجه 3-0. يمكن المريخ بعيد خالص طبعا، خلاص يعني بره الصوره خالص يعني. يمكن المنافسه هتبقى ان شاء الله، لكن بنسبه كبيره محسومه ان شاء الله بالنادي الاهلي وسيمبا باذن الله. قريت باقي المجموعات يا كابتن احمد؟ دي النتائج طبعا يعني يمكن عندنا سان داونز في المجموعه الثانيه. سان داونز طبعا في المجموعه الثانيه متصدر. على الشاشه بس عندنا نتائج المباريات النهارده. يعني الهلال بيتعادل 0-0 مع طبعا شباب الجزائري بلوزداد الجزائري. فيتا كلاب طبعا زي ما بنقول خصم النادي الاهلي 3-0. بيترو اتلتيكو 0-0 مع كايزر شيفرز. وسان داونز اعتقد سان داونز هو الفريق الوحيد اللي يمكن العلامه الكامله العلامه الكامله 1-0 على مازيمبي. مازيمبي بالنسبه لك مفاجاه؟ يعني نتائج مازيمبي مفاجاه جدا. يعني انا من الحاجات الصعبه جدا ان مازيمبي يبقى في اخر المجموعه بالشكل ده، وانه يخسر على ملعبه كمان. دي مجموعه مازيمبي اللي قدامنا من المفاجات. يمكن المجموعه دي من المجموعات القويه جدا يا كابتن، لكن سان داونز بيأدي بشكل كويس قوي، بيلعب كوره كمان، عنده ماتش مهم النهارده. النهارده كمان ادى بشكل كويس قوي. طب المجموعه دي مين الاقرب للحصول على المركز والله التاني؟ المجموعه دي صعبه جدا يا كابتن. يمكن سان داونز حسن بشكل كبير قوي، لكن انت بتتكلم في الهلال والشباب بلوزداد ومازيمبي 3 و3 ونقطتين، فالامور قريبه جدا. ما اقدرش من وجهه نظري ما اقدرش احدد مين اللي بقى التاني، صعبه. في يعني جولتين اللي جايين هيحسموا بشكل كبير، هيحسموا بشكل كبير جدا، وخصوصا ممكن تلاقي مازيمبي كسب الماتشين فبقى يطلع تاني. اللي هيكسب الماتشين يا كابتن هيبقى تاني مع سان داونز من وجهه نظري يعني. طب عايزين نتكلم عن المجموعه الرابعه. الحقيقه النهارده الزمالك برده كان ليه ماتش مهم جدا مع الترجي، وخسر الحقيقه بنتيجه 1-0 للترجي. شفت المجموعه دي ازاي؟ المجموعه دي الترجي طبعا متصدر. المجموعه دي مجموعه صعبه، يمكن طبعا زعلانين على خساره نادي الزمالك. كنا نتمنى انه يحقق المكسب، لكن بشكل كبير كده بقى نادي الزمالك بره المجموعه وبره البطوله. كنا نتمنى انه يبقى متواجد، لكن فرق معاه كتير قوي خسارته من الترجي في المباراتين. الا لو كسب الماتشين كمان يا كابتن احمد اللي جاي، يعني بقت صعبه شويه يعني، والمولوديه يخسر كمان يعني معادله صعبه شويه، انه هو يكسب الماتشين والمولوديه يخسر الماتشين. فبيتهيألي من وجهه نظري ممكن تكون صعبه شويه، لكن نتمنى التوفيق. نتمنى ان يبقى حتى لو حاجه صعبه شويه نتمنى انها تحصل لنادي الزمالك ويبقى موجود ان شاء الله. المولوديه عايز نقطه واحده بس يعني من وجهه نظري الترجي الماتشين اللي جايين ليه من وجهه نظري يعني. طيب المجموعه يمكن الوداد كمان عامل نتائج اكتر من رائعه. يعني الوداد لو بصينا طبعا بدون خساره خالص، وكمان عنده نقطه مهمه ان هو لغايه دلوقتي لم يدخل مرمى اي هدف من خلال يمكن الاربع جولات اللي فاتوا. يمكن فريق الوداد على مستوى الدفاع اعتقد من افضل الفرق، يعني لو بصينا كل الفرق عليها اهداف الا طبعا يعني كمان سيمبا كمان على مستوى الدفاعي، لكن الوداد ماشي بشكل اكتر من رائع. حوريه الكيني في المركز الثاني بخمس نقاط، يعني بنتكلم في 10-5. كايزر شيفرز ده 5 نقاط، وبترو اتلتيكو خرج بره المنافسه برضه. مجموعه بس هي المجموعه دي متداريه شويه يا كابتن، يعني المجموعه دي متداريه شويه، يمكن مع احترامي الكامل لكل الفرق اللي فيها. من وجهه نظري يعني انها من اسهل المجموعات اللي موجوده، لكن الوداد بيأدي بشكل كويس قوي. كانوا بيقولوا على مجموعه الاهلي هي اسهل مجموعه. لا طبعا ترد دلوقتي النهارده على الكلام ده ازاي؟
لا بالنتائج اللي موجوده كان النتائج. لا ايه يعني قيمت انت النهارده مجموعه الاهلي ازاي؟ صعبه متوازنه؟ لا مجموعه سهله صعبة. لا مجموعه نظري مجموعه صعبه. تتكلم في عندك ثلاث فرق بينافسوا سيمبا والاهلي وفي تكلوب النهارده بينافس فمجموعه صعبه جدا. لكن بتتكلم في المجموعه الثانيه لا الامور مختلفه تماما يعني. يمكن كان كابتن يمكن كان بعد يعني بعد القرعه كان بيقول ان المجموعه الثانيه هي مجموعه الموت يعني مجموعه فيها صن داونز الهلال مازيمبي ودي حقيقه يعني لو بصيت على النتائج برضو بنسبه كبيره تقدر تقول ان دي مجموعه صعبه. صن داونز حسن لكن عندك ثلاث فرق بينافسه بالظبط بالظبط ثلاث فرق بينافسه نفسه لحد اخر جوله فدي تقدر تقول من المجموعات الصعبه جدا يعني. والاهلي نفس الكلام عندك برضو فرقتين او ثلاث فرق بينافسوا على بطاقتين يعني وارد جدا تلاقي سيمبا بس سيمبا بنسبه كبيره خلاص يعني سيمبا يعني والاهلي بنسبه كبيره متأهلين. خلاص كان نفسنا يبقى المريخ الحقيقه ولكن يعني بيتزايل المجموعه بتاعته صحيح بس ده كمان يديك مؤشر لدور الثمانيه يعني برضو دور المجموعات ده عشان يطلع منهم ثمان فرق لربع النهائي فخلينا نتكلم بكل امانه ما زالت البطوله صعبة جدا. يعني مشوار البطوله يمكن دولا اصعب من البطوله اللي فاتت كمان اصعب من البطوله يعني اللي فاتت للفرق اللي موجوده او اللي ممكن تبقى موجوده في الدور الجاي البطوله يعني تبقى صعبه عندك جدا عندك صن داونز بيأدي اداء اكتر من رائع الوداد. عندك الوداد الترجي. عندك الترجي مولدية. عندك مولوديه ان شاء الله يكون النادي الاهلي فهتلاقي الامور في دور الثمانيه بقى مختلفه خصوصا هيبقى في اكتر من فرقه عربيه او من شمال افريقيا ودي برده بتصعب المباريات بتاعتها تبقى صعبه جدا انا شايف ان البطوله او بعد الدور ده الامور هتبقى صعبه جدا في كل الماتشات يعني الماتشات هيبقى دور الثمانيه دور قوي جداً يعني نتمنى ان شاء الله كل التوفيق طبعا كنا نتمنى النهارده نادي الزمالك يحقق الفوز لان ده مصلحه الكره المصريه ودايما بنقول ويمكن الذكرى بترجعنا للنسخه الماضيه وان قد ايه كنا فخورين اصلا بوجود اتنين فرقتين من مصر اللي هي على